وزي ما حضراتكم عارفين تماما ان مصر دولة واعدة في مجال الاستثمار ودولة مهمة في مجال الاستثمار، سواء من حيث الموقع الجغرافي، سواء من حيث الظروف المناخية فيها، سواء من حيث العمالة، سواء من حيث جودة التربة، سواء من حيث تنوع المنتج، سواء من حيث تعامل المصريين. يعني المصريين لما يبقوا مبسوطين كده وشغالين وبتاع تلاقي ما فيش احسن منه. لسه كنت بقول من شويه يمكن ان المصري كمان عنده روح المثابره والجلد والصبر، ممكن يعمل ساعات طويله للانتاج. احنا محتاجين ايه؟ محتاجين الاستثمار في كل هذه المجالات. عندنا ارض كتير، عندنا منتج زراعي كويس جدا، عندنا معادن وخامات محتاجه صناعه، عندنا سياحه، عندنا ايه الواحد يعد ايه ولا ايه. يعني الشمس مثلا على سبيل المثال، محدش استغل الشمس في مصر اللي موجوده طول العام. البحار، السواحل بتاعتنا الطويله الممتده على البحر الابيض والبحر الاحمر وعلى النيل ما استغلتش كما يجب. البحيرات، كل دي مناطق واعده وجاذبه للاستثمار.